عد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعوديه نقدم لكم هذه النشره الجويه التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحاله الجويه المتوقعه خلال نهار اليوم الاحد في عموم مناطق المملكه. نبدا نشرتها بالتوقعات الجويه للعاصمه الرياض خلال ساعات نهار اليوم حيث تتهيا الفرصه لهطول زخات رعديه من الامطار خلال ساعات العصر والمساء 34 درجه مئويه كحراره عظمى نسب رطوبه 50% اما الرياح تكون معتدله السرعه. بالنسبه لباقي تفاصيل المناطق التفاصيل باقي المناطق عفوا نبدا بالمنطقه الشماليه سكاكا 28 إلى 20 عرعر 27 إلى 17 تبوك 31 إلى 20 مع طقس مستقر بالنسبه للمنطقه الغربيه نبدا بمدينه جده حيث تتهيأ الفرصه لطول زخات من الامطار تكون خفيفه بالمجمل 33 إلى 23 المدينه المنوره 34 ل 24 مكه المكرمه 31 ل 25 مع زخات عاديه من الامطار اما الطائف 25 إلى 20 بالانتقال الآن لتفاصيل حالة جوية في المنطقة الجنوبية الغربية حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتعطل زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها الباحة وجازان تسجل جازان 34 إلى 21 أبها 24 إلى 17 الباحة 22 إلى 17 بالانتقال للمنطقة الشرقية الدمام 31 إلى 24 حفر الباطن 30 إلى 23 الإحساء 34 إلى 25 مع زخات رعدية من الأمطار بالنسبة للعاصمة الرياض تتايا الفرصة كما ذكرنا لهطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات العصر والمساء 34 إلى 20 بريدة 30 إلى 20 حائل طقس قائم جزئي 27 إلى 18 كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء